أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه تميم الداري أيضا. ولعظم هذا الحديث فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان حريصا على نشره، ولذلك لما أتى أبا هريرة حريث ابن قبيصة قال: قدمت المدينة، فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. هذا يدل على عظم الصحبة الصالحة، لأنها تعين على الخير وعلى الثبات على دين الله بأمر الله وعلى ازدياد الإنسان من الخير. فيقول: قدمت المدينة فدعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، قال: فجالست أبا هريرة فقلت له أني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فماذا قاله أبو هريرة؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر هذا الحديث. هذا يدل على عظم هذا الحديث،